شهادة جديدة تؤكد ما يدركه القاسي والداني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يعوق التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة وإبرام صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى. مصادر إعلامية دولية ذكرت أن نتنياهو يسعى لإطالة أمد المفاوضات للحفاظ على ائتلافه الحكومي ومستقبله السياسي. قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن صراحة إن كل الترجيحات تشير إلى أن نتنياهو يتعمد إطالة أمد الحرب على قطاع غزة من أجل أسباب سياسية تخصه. المعارضة الإسرائيلية من جهتها رأت في رئيس الحكومة عجزاً واضحاً عن اتخاذ قرارات لإنقاذ المحتجزين في غزة، وهو ما عده أهل المحتجزين تخلياً عن ذويهم. إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق كان في المربع ذاته، حيث عز السبب في رغبة نتنياهو إطالة أمد القتال دون تحديد موعد لإنهائه إلى عدم وضع أهداف دقيقة للقوات المقاتلة. مماطلة نتنياهو وما يضعه من عراقيل تعوق جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق هدنة يوقف جحيم الحرب على قطاع غزة والتي دخلت شهرها العاشر. ومع كل تقدم يتم إحرازه في جولة المفاوضات، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي طرح شروط تتجاوز الاتفاقات مع الوسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى فجوات. وفي ضوء عدم وجود ضغط فاعل على نتنياهو، فإنه يواصل تعنته بوضع شروط